كنت هربان من بابا وماما وبستخبى منهم وبلعب جنب البيت، بس ما كنتش اعرف ان اخرة اللعب الموت. كنتش اعرف ان دي اخر مرة هشوف فيها بابا وماما، والله لو اعرف ما كنتش خرجت او لعبت خالص. والله انا اسف، ممكن ما تزعلوش مني؟ عايزين تعرفوا حصل لي ايه في اخر ايام حياتي؟ ماشي انا هقول لكم. كنت في البئر لوحدي، خايف قوي قوي وجعان وعطشان، وكنت بجد بردان قوي، وكان وحشني احضن ماما. انا اسمي ريان، عندي 5 سنين. انا الطفل اللي كلكم اتعاطفتوا معاه وفضلتوا اكتر من 5 ايام تدعولي اني اعيش واني اخرج من البئر. والنهارده هحكي لكم حكايتي من اول ما وقعت في البئر لحد ما خرجوني منه. كنت صحيت من النوم مبسوط لان بابا وعدني اننا هنتفسح النهاردة، بس انا بقى قلت اطلع العب شوية جنب البيت لحد ما اهلي يجهزوا، وبالمرة استخبى منهم شوية. بس وانا بلعب ومش شايف قدامي، وقعت في بئر صغير قوي ما كنت شفته خالص. لو اعرف والله مش كنت مشيت في الشارع. والله استنوا هكمل لكم القصة. ولما وقعت في البئر جسمي كله كان متكسر، وما كنتش قادر اتحرك من مكاني، وسكل الدم على ايدي ووشي رعبني، وفضلت اصرخ واقول لهم ساعدوني، بس محدش كان سامعني خالص. جه الليل وماما اكتشفت اني وقعت في البئر، وجا حاجة كده اسمها فريق انقاذ علشان يطلعوني، بس فشلوا. وجت ماما هناك وفضلت تنادي عليا وتعيط، وانا كنت بعيط وبنادي عليها ونفسي اطلع واحضنها، بس ما كنتش عارف. ومن كتر التعب وجسمي اللي اغلبه متكسر، حتى الصريخ والعياط ما بقتش قادر اعمله. وعرفت بعدها ان انا ترند في كل العالم، وانتوا كلكم كنتوا بتدعولي. فرحت قوي ورجعلي الامل اني اعيش ويطلعوني. وقتها كل الناس كانت بتساعدني علشان اطلع وعلشان ارجع لحضن ماما وبابا. وفجأة وانا قاعد بعيط بالليل في عز البرد، لقيت اصوات حفر غريبة، صوتها وحش قوي، كنت هموت من الصداع. ولقيتهم بيحطولي حاجة بيقولولي ايه اسمها اكسوجي، حطوهالي في الانابيب بتاعت البئر علشان ما اموتش واعرف اتنفس. وكانوا بيرمولي اكل كتير قوي قوي ومية كتير، بس انا مش كنت عارف اكل منهم اي حاجة علشان جسمي كله كان متكسر، مع اني كنت جعان قوي. وعدى اكتر من 3 ايام وانا ما اكلتش اي حاجة، وكنت ببص للاكل وانا حزين قوي اني مش عارف اتحرك واروح اكل. بعدين عرفت انهم حفروا حفرة جنب البئر علشان يعرفوا يوصلولي. فرحت قوي وحسيت اني ممكن ارجع عايز تاني واشوف بابا وماما. تعرفوا انا كنت بكره بجد الليل قوي علشان البئر كان بيبقى برد قوي عليا، وكنت خايف ومش لاقي حاجة اتغطى بيها خالص. كنت بفضل اتخيل نفسي قاعد في بيتنا على سريري في حضن ماما علشان احس بشوية دفى. وبعد محاولات كتير لانقاذي استسلمت، وحسيت اني خلاص مش هرجع تاني، واني هموت في المكان اللي انا فيه ده. اصل خلاص عدى 4 ايام وانا لا باكل ولا بشرب ومش قادر اتحرك، وكنت بتنفس بالعافية. وسمعت تاني اصوات حفر في اليوم الخامس، بس وقتها انا كنت خلاص بطلع في الروح. وفي نهاية اليوم الخامس عرفوا ينقذوني من البئر وطلعوني منه، بس انا كنت خلاص ميت ومش فيا نفس. والله حاولت افضل عايز، بس غصب عني. بابا وماما جريوا عليا اول ما طلعت من البئر، كانوا فرحانين وفاكريني عايز، بس اتصدموا اني ما كنتش بتحرك واني خلاص مت. وقتها فضلوا يعيطوا عليا كتير، بس انا بقول لهم ما تزعلوش عليا، انا بحبكم قوي وهفضل على طول معاكم، حتى لو وقوعي في البئر خلاني اموت وخدني منكم، بس لازم تعرفوا اني دلوقتي في الجنة ان شاء الله، واني هطلب من ربنا انكم كمان تبقوا معايا ونتجمع كلنا سوا من تاني، نتجمع كلنا في الجنة. بحبكم قوي، ريان.